عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. مقطع جديد للعبة الهايبر فرونت موبايل، اللي هي مثل لعبة الفالورنت. طبعا اليوم 20 الشهر هو تاريخ إصدار اللعبة على أجهزة أندرويد. فيكم تجيبوها من الجوجل ستور لو أنتوا بالريجنز الموجودة لهذه اللعبة. بمقطعنا هذا طبعا راح نتكلم على الشخصيات الموجودة بهي اللعبة اللي اسمهم هيروز، ونعطيكم فكرة سريعة عن الخاصيات تبعيتهم. وقبل ما نبلش بهذا المقطع، يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وشير، وشكرا كتير على دعمكم. بنبلش بأول شخصية اللي هي شخصية بلاست. طبعا هاي شخصية بلاست عنده الخاصية اللي هي اسمها تريبل شوت، بترمي ثلاث قنابل مثل ما عم نشوف بهذا المقطع. والخاصية الثانية اللي هي جيت باك، انه بيقدر ينط مرتين بنط عالي. اما الالت تبعيته بتكون الميجا شارك روكيت، طبعا هي روكيت بيرميها ممكن ما شفتوا بالمقطع. والشخصية الثانية اللي هي الهيلر اسمها إليكسر، اللي هي سيج بلعبة الفالورنت. هلا بنتعرف على خاصياتها والالت تبعيتها. طبعا الخاصيه تبعيتها الاولى اللي هي الهيل، بتساوي لك هيل وبتساوي للفريق تبعيتها هيل. اما الخاصيه الثانيه تبعيتها اللي هي سلوينج فورتكس، طبعا اذا مرق منها العدو بصير بطيء، حركته بطيئه. وطبعا الخاصيه الثالثه او هاي الالت تبعيتها انه بتقدر تساوي لك ريفايف مثل ما شفتوا بالمقطع. وبننتقل للشخصية الثالثة اللي اسمها فالكيري. طبعا هاي فالكيري كمان بنحكي على خاصياتها. الخاصية الاولى انه هي بتقدر تحط جهاز، بيقدر هذا الجهاز مثل عنده سنسر سنتري بيقوس على العدو لو شافه برنج معين. اما الشيء الثاني اللي عنده هو درع الشيلد اللي بتحطه وبتقدر تحتمي فيه، بتقدر تحط اثنين خلال الجيم. والثالثة او الالت تبعيتها انه هي بتقدر تسوي قنابل او بومبينج تارجت، يعني بتشوف التارجت بتمسكه وبتضرب عليه قنابل. والهيرو اللي بعده حنحكي عنه اللي هي بلينك. طبعا هي بلينك كمان بحكيكم على خاصياتها. الخاصية الأولى اللي هي هورايزن بلوك، بترمي مكعب أو بترمي شيء على الأرض بتساوي بلايند للعدو، ما بتقدر تشوف. هي الخاصية الأولى. أما الخاصية الثانية إنه هي بتقدر تسوي مثل تيليبورت، بس إنه مثل أومن بلعبة فالورانت بيكون في له مساحة معينة. أما الألت تبعيتها كمان نفس تبعيت اومين بفالورانت، بتفتح الماب بتشوف وين بدك تروح، بتحدد المكان بدك تروح وبتنزل عليه بتساوي تيليبورت. هاي كانت الشخصية الرابعة. والشخصية اللي بعدها اللي حنحكي عنها يلي هي البلود رايدر، طبعا يلي هو هاد. كمان هذا هلا بنحكي لكم على الخاصيات تبعيته والالت. اول خاصيه له انه هو لما انت بتقتل اي حدا بتقدر تساوي له بلايند، كمان مثل الشخصيه اللي قبلها بترمي وهو بنعمه ما بتقدر تشوف منه. والشيء الثاني اللي عنده انه انت وقت تقتل حدا بتقدر تاخذ منه دم وتعبي الدم تبعك. والخاصيه الالت تبعيته انه بصير هو بسرع، بصير سريع، ولما بيموت ما بيموت او بيتفنش على الاخر، بيكون في وقت معين لحتى يقدر يسوي ريفايف لحاله وبيسوي ريفايف. والشخصيه اللي بعده طبعا حنتكلم عنها اللي هي الفيث ارو. هاي تبعيه مثل سكاوت، من فئه السكاوت يعني، وبتساوي كشف لاشياء او للعدو. مثل ما قلت لكم هي السكاوت وخاصياتها. طبعا تقدر ترمي سهم مثل ما رح تشوفوا بهذا المقطع. كمان بتقدر تحدد كم مرة بدك اياه يضرب بالحيط ويرجع، بتساوي سهم هذا بتضربه بالحيط وبتساوي سبوت للعدو. اما الخاصية الثانية اللي هي مثل قنبلة، سهم بترمي وبينفجر بيطلع منه نار فليمينج يعني، اللي هو بيرنينج ارو بسموه. اما الالت تبعيته
هلا حنتكلم عن الالت، حتطلع بهذا المقطع. Nothing's you نفس wanna get away from فالورانت طبعا، انه مش حاطينها كامله، بس انه من ورا الحيط حتى انت بتقدر Nothing's you تسوي له wanna get away from سبوت، وبتقدر تقتلهم لو انت سويت لهم سبوت من ورا الحيط. اما الشخصيه اللي بعدها حنحكي عنها اللي هي الكولد كاست. طبعا هاي كمان الكولد كاست، شخصيه مثل تبعية الثلج. هلا متعرف على الخاصيات تبعيتها. طبعا اول خاصية تبعيتها اللي هي الايس كور تراب، هي بترمي كمان هذا التراب لما حدا بيجي لعنده، بيتجمد وبتبطئ حركته مثل ما عم تشوفوا بهذا المقطع. هي الخاصية الاولى. اما الخاصية الثانية انه هي بتقدر ترفع حيط او تبني حيط من الثلج، والالت تبعيتها بتساوي مثل عاصفة ثلجية، وكل واحد بمرق من تحتها بيتجمد وبيوقف عن حركة شوي، بتبطأ حركته بيوقف عن حركة، بتصير انت فيك تقتله يعني. هي الايجنت او الهيرو هذا. اما الهيرو اللي بعده طبعا اسمه سنتينل. كمان هلا بتتعرفوا على المزايا تبعيتها او الخاصيات تبعيتها والالت. كمان هي من فئة السكاوت. وأول خاصية اللي هو الدرون. مثل ما تشوفوا بفالورانت، هي بترمي الدرون وبتقدر تطيره وتروح في له مدى معين، بتقدر تساوي سبوت للعدو بهذا الدرون. هي هي الخاصية الأولى. والخاصية الثانية بترمي قنابل، وهي القنابل إذا حدا مرق من عندها بينفجر، ومثل إلكتريك هي وبتبطئ حركته كتير. هي الخاصية الثانية تبعيتها. أما الخاصية الثالثة بترمي قنابل، هدول قنابل إذا شافوا حدا بيروحوا لعنده وبتفجروا عنده طبعا. هي كانت الهيرو السادس أو السابع. وبيبقى عنا واحد اللي هو ستورم. طبعا هذا الستورم كمان هلأ حنتعرف على خاصياته وعلى الألت تبعيته. ستورم عنده الخاصية القنبلة، هي اللي معه بيرميها وبتطلع مثل العاصفة، وكمان بتدمج العدو تبعك. هي كانت الخاصية الأولى. والخاصية الثانية اللي هي الكلاود براست. مثل فالورنت بتنقي ثلاث مناطق بيطلع فيها مثل عاصفة رملية أو عاصفة ستورم يعني، وما بيقدروا يشوفوه، بتقدر انت تمرق منها وتغير أماكنك. وهي الالت تبعيته كمان نفس فالورانت، بتنقي مكان من الخريطة من الميني ماب وبتطلع فيها عاصفة وبتدمج فيها العدو مثل ما شفتوا بهذا المقطع. هذا كان مقطع سريع عرفناكم على الشخصيات. هو في شخصية جديدة حتنزل اسمها ميا مع نزول اللعبة. واخر شيء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتدخلوا على الديسكورد، ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.